ظاهرة في الذرة، تلون غير طبيعي، عدم استقرار جيني. بدراسته وجدنا إن فيه تكسرات وأشكال مشوهة وحالات شاذة في الكروموزومات بتاعة الحبات بتاعة الذرة اللي هي تظهر شيء غير طبيعي. طيب الظاهرة دي تصدت لدراستها باربارا ماكلينتوك اللي حصلت على جائزة نوبل عام 1983 في الطب أو الفسيولوجي. اكتشفت إن الكروموزوم التاسع بيحدث إن فيه قفزات بتحدث من بعض الجينات على طول الكروموزوم. وجدت الظاهرة دي موجودة في حبات الذرة، بيظهر عدم تلون أو عملية تبرقش.